ايه في ايه؟ تعال بس يا اخي في ايه؟ عايز اوريك واحده حلوه قوي. هي فين؟ تعال هوريها لك. مش معقول انت كانت قاعده هنا وبتقرا في كتاب، وكمان كانت بتقرا في كتاب. ايوه الخدمه الشريفه كانت بتقرا في كتاب. مجدي ايه انت لازم تروح حالا، تاخد حبيتين اسبرين وتنام يا حبيبي، وبكره نبقى نشوف لك دكتور كويس. دكتور؟ دكتور عشان ايه؟ بصراحه يا مجدي انا حاسس ان دي بدايه اعراض مرض خطير اسمه انتفوريا النساء. ده انا غلبان. علاجه بسيط، ما تشيلش هم. انتفوريا النساء ادي اللي كان ناقصتك. مش قادر افهم انت تعب نفسك بالوهم والخيال ده ليه؟ والله العظيم شفتها بعناية يا سيدي. الشلة بتاعتنا مليانة بنات، اغمز لأي واحدة من دول هتجيلك. انت مش فاهمني يا سامي، انا مش عاوز واحدة اغمز لها وتغمز لي، انا غرضي واحدة اتجوزها يا جدع. تتجوزها؟ ايوه تتجوزها. يعني تتجوزها؟ ايوه. قصدك يعني انت وهي ومأذون ومزيكا وعوالم وتربتتي تربتتو؟ ايوه يا اخي، حاجه على سنه الله ورسوله. موضوع خطير زي ده ما يصحش نتكلم فيه هنا، تعال ورايا من غير ما حد ياخد باله. طب انا ما ولا كلمه. قوله الحمد لله، اكله ممتازه بصحيح. طب قول لي بقى رايك ايه؟ رأيك ايه؟ في ايه؟ الله، في الجواز يا اخي. في عائل في الدنيا يرضى يدي حريته لأي واحدة ست إلا إذا كان أهبل؟ الحاجة والحاجة في البلد مصرين على إن أتجوز. الحاجة والحاجة دول بيفكروا بعقلية زمان. النهاردة يا أستاذ الشباب كله انطلاق، مرح، حرية. طب وآخر ده كله إيه؟ مش مهم آخرته إيه، المهم إنك تكون استمتعت بحياتك. طب وفي ايه لما تتمتع وانت متجوز ومخلف لك كام عيل حواليك، وتشوفهم هما بيكبروا سنه بعد سنه ويقولوا بابا هو العبيطه هو هو العبيطه هو هو؟ يا سلام. مت؟ ايوه. حسابك كام؟ 220 قرش. وربع جنيه عشانك؟ يبقى 245 قرش. ادي الفاتوره للبيه، خد منه 3 جنيه وخلي الباقي عشانك. حاضر. حاضر. عصلني. على كل حال يا ابني، اذا كنت مصر على حكايه الجواز دي فلازم تعرف اهم شرط فيه ايه. هو لازم يكون في بينك وبين اللي هتتجوزها قصه غرام عنيف مليانه حب وهيام، عذاب ودموع، عشان تفضل نارها تلسعكم طول العمر وما تزهقوش من بعض ابدا. معقول برضه؟ معقول. في واحده بتحبها بالطريقه دي؟ لا بدي ولا بغيرها. يبقى تنسى حكايه الجواز دي خالص وتعيش عانس